السلام عليكم. دلوقتي عايز احدد بعض الاماكن اللي موجوده في الدوحه عشان احملها على ارك جي اس برو او كيو جي اس. فبكل بساطه اسهل حاجه ان انا اروح على جوجل مابس، الناس كلها بتشتغل عليه، واقول له انا عايز اشوف الحاجات اللي مسيفه سيفت، واخش على المابس. تقدر بقى تعمل خرائط خاصه بيك، تمام؟ يعني دي خرائط قبل كده عملناها، هقول له كريت ماب، فبيبدا يوريني بقى الخرائط اللي موجوده ويقول لي هل انت عايز تعمل الخريطه جديدة تضاف للخرائط بتاعتك. فأبدأ أختار حاجة خاصة بيها. طبعا لو في حد عامل خريطة فيها نفس الفكرة، الأفضل إن أنا أخدها جاهزة، وهنلاقي إن سهولة جدا إن أنا أقدر أقول له إن أنا عايز أعمل خريطة جديدة. بيقول لي دي اللاير اللي موجودة، فبقول له إن أنا عايز أعمل إمبورت. أبدأ أعمل إمبورت للأماكن اللي أنا عايزها. لو انا عندي ملف موجود في الاماكن جاهزه، طيب لو مفيش الملف دوت، هاجي هنا وابدا اقول له ان انا عايز اعمل بحث على متحف، فبيجيب لي كل المتاحف الموجوده. ده مثلا متحف فيصل ابن القاسم، فاقول له ادخل الخريطه. فكده بقى عندي في قلب الملفات المتحف دوت. ممكن اقول له متحف مشيرب، هما 4 متاحف، المتحف الإسلامي والمتحف دوت برضو محمد بن جاسم، المتحف القومي، وهكذا. هبدأ أشوف إيه المتاحف اللي أنا عايزها وأبدأ إن أنا أحملها. متحف المطافي ده، فبقى عندي المتاحف اهيت. ممكن أجي بقى هنا أغير اسم الخرائط بتاعتي، تمام؟ دي أسميها المتاحف، بحيث ممكن ابقى ادخلها في الخريطة بعد كده. دي ديسكريبشن، لو انت عايز تديها ديسكريبشن. اللاير هنا برضو ممكن ان انت تعمل له رينيم، بحيث ممكن يكون عندك ليرات كتيرة بالشكل ده. ممكن بقى تعمل لها شير لو انت عايز تشيرها، اي حد معاه اللينك دوت ممكن ان هو يشوفها من غير ما يبعت لك ريكويست. ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل اكسبورت لملف XML او ملف KMZ، تمام؟ بيقول لي الخريطة كلها ولا المتاحف؟ انا عايز المتاحف بس. اقول له keep data up to date لو حصل اي تطوير، واكسبورت as KML، تمام؟ بس كده تقدر ان انت تحمل الملف عندك وترفعه على اي موقع متخصص في موضوع الخرائط. ودي ابسط حاجه وطريقه مجانيه وحاجه موثوق فيها من جوجل نفسها، هيحمل لي ملف KML، فتقدر ان انت تضيفه للمشروع بتاعك.